ان مريض امبلانت ريموفر اللي انت تعرفها الامبلانتري موفمنتس اللي انت تعرفها ده سؤال بيجي عادي خالص بتساله كلينيكال بتساله في الام اس كيو يعني بيجي لك كذا حاجه كده من الموفمنتس ويقول لك هي دي كلهم امبلانتري موفمنت اكسبت مثلا الفيس تنفع سيسر لابس ينفع امبلانتري موفمنت لا طيب. احنا اتفقنا الاناتومي بتاع الاكسترا فرانتال سيستم هو عباره عن البيسر جانجليا اللي هي عباره عن كوادريت نيوكليوس النيتيفورم نيوكليوس سبستانشا نيجرا في اثنين كمان بينضافوا في الاكسترا فرانتال سيستم الصامت والصخامت يعني لما يجي برضه سؤال ان مريض او all the following at the part of extrapyramidal system except فاحنا عندنا البيراميدال سيستم ده الاكسترابيراميدال سيستم عباره عن البيزال جانجليا اللي بتتكون من الكوديت واللينتفورم نيوكليوس اللينتفورم ده عباره عن جزئين بوتامين جلوتس باليدس وبعدين السبستانشا نيجرا سلاماوي والصخره ماي. طب ليه تعرفوا دولت؟ لان كل ليجن في منطقه يدي انفلانتري موفمنت شك. الحته اللي نعرفها كمان بس دي هنقولها بقى عارف الباركنسون. ان الاكسترا فرانكل سيستم ده عشان هو المسؤول المين فانكشنز بتاعته اللي عامل سبريشن الانفلانتري موفمنت. بس بيعمل حاجتين كمان بيعمل ريجوليت الماسل تون مع البيراميدال ومع السيرابيلوس وريجوليت السموثنس مع الموفمنتس ان الموفمنت تطلع سموث مع السيرابيلوم عشان كده لما بيحصل ليجنز الاكسترا بيراميدال سيستم ممكن يجي لك حاجه من اثنين الاثنين عكس بعض يا اما هايبوكاينيتك يا هايبر كاينيتك هايبر كاينيتك يعني يبقى الموفمنت بزياده اللي هي كل انواع الانفلانتري موفمنتس اللي هناخدها دلوقتي الهايبر كاينيتك ان العيان يجي عشان التون بيتكتف العيان يتكتف التون بيزيد فالعضلات تقفش فبنسميها الريجيديتي عكس اللي بيحصل في البيراميدال البيراميدال برضه بيريت الماسل تون بس الماسل تون لما بيحصل ايش في البيراميدال الماسل تون يحصل له ايه؟ يتكتب برضه بس بنسميها سباستيستي. ايه الفرق بين السباستيستي والريجيدتي؟ حطها في الاكزامينشن في الراوند بقى. ها؟ السباستيستي انيشيال ريزيستنس سادن ريليز. بيسموها ايه بقى؟ عندي مطوه عندي رزاق بتاعت مين؟ ها؟ المطوه عندي رزاق دي بتاعت مين يا جماعه؟ انا ما كراستك مطوطه سلام لم مين ده لم؟ يبقى مذاكر لا اللي بيشيل المطوه دي يبقى مذاكر طب الرجيت دي عباره عن ايه بقى؟ عندنا ريجيتي نوعين يا ليد بايب يا كوك ويل يعني ايه ليد بايب؟ يعني ريزيستنت اول اوفر ذا موفمنت لو العيان عنده تريمورز معاها هتبقى انتربتد الموفمنت دي فنسميها كوك ويل زي الترس اصل باباك عارف اقول له كوك ويل يعني أول حاجة هناخدها الباركنسون اللي شاف بيبقى في السبستانشا نيجرا كوريا كواديت نيوكليا استونيا والاستوزيس بوتامين الهيميباليزماس في السب سلاميك تيكس مش عارفين لها مكان غير دلوقتي فين والتيكس دي انت هتشوفها كتير قوي
هي ايتكس. على فكره كل الامبلانت اللي ممكن اللي مطلوب منكم حاجتين، تعرف السايت بتاعها فين وشكل المومنت ايه. التفاصيل مش عايزها، يعني الديفينيشن بتاع كوريا يعني ايه، هيمي فاليزماس يعني ايه، يعني ايه استونيا، يعني ايه استوزس، يعني ايه تكس. التكس دي بالعربي ما مرتش عليكم، اللازمات يعني ايه لازمه، يعني عاده. شفتوا فيها ناس كتيره ديت بيعملوا ايه، اللي بيعمل ايه واحد اللي ماشي واحد كل شويه يبرمش في عينيه المصمص مش طايق في تكس. ودي من اصعب الحاجات على فكره اللي بتتعالج، ودي بتيجي جاب معظمها في الاطفال، كتيره في الاطفال، ولما ما بتتعالجش كويس بتستمر معاه بعد كده. هناخد اول حاجه ودي المهمه واللي لازم تعرفوها، الباركنسون ديزيز او الباسيك باركنسون ديزيز او تشيكن بولس. هنشوف بقى مين الجايزه بتاعت النهارده، هتبقى بره كنا بنخش في خمس صور صح؟ نقول انهي الاود. هنشوف بقى مين الجود اوبزرفر. اول صوره كان مكتوب فيها موفمنت ديس اوردر، كان في صوره جنبها كده كان فيها كام سمكه؟ مين اشهر ناس بتعرفينهم جالهم باركنسون؟ محمد علي. محمد علي ما كانش عنده ديبوسي، كان عنده ايه؟ تروماتيك. مين تاني؟ ياسر عرفات ما كانش عنده باركنسون، كان عنده حاجه اسمها اسينشال تريمورز. مين هتتاخد النهارده؟ مين تاني؟ في ممثل مصري كان عنده واعتزل التمثيل بسبب اللي صار كده. اللي ممثل في ظرف طارق اللي كان حامى احمد حلمي اسمه ايه؟ حاجه يوسف اسمه ايه؟ ايه؟ يوسف فوزي؟ اه يوسف فوزي ده هتلاقيه في اخر المسلسلات بتاعته دايما ايديه الشمال دي وحاططها في جيبه ما بيتكلمش بيها، يعني دايما حاططها كده ما يطلقهاش. وبعدين اعتزل ايه؟ التريبوز بدات والريجيتد بدات تبان عليه. وبرضه من الممثلين لو انتم بتتفرجوا زمان على افلام سلسله باك تو ذا فيوتشر، مايكل جي فوكس ده جاله ايرلي اونست باركنسون، وده ومايكل جي فوكس هو عايش لغايه دلوقتي وعامل فاونديشنز بتعمل ريسيرش باركنسون. باركنسون ديزيز هو بيبقى في الميل شويه بريدومينانت شويه للميل. الايج بتاعه فوق ال 60 سنه، ده كومن ايج. من 40 ل 60 بيسميه ايرلي اونست باركنسون. تحت ال 40 بيسميه جوفونايل باركنسون. بس انت لا ليك دعوه بالجوفونايل ولا ليك دعوه بالايرلي اونست، انت ليك دعوه بالانتباسيك باركنسون بتاعنا. القصه دي كلها المجموعه بتاعت الباركنسونيزم ديت، وفي ديزيز ثانيه بنسميها احنا عندنا نيورو ديجنريتيف ديس اوردر. يعني ديت بيحصل ديجنريشن في مكان معين في البرينز ات ايدج معين يبدا الديزيز يظهر. يعني هنا المثل بتاعنا في الباركنسونيزم الديجنريشن ده بيبدا فوق 60 سنه ويبدا في منطقه اسمها السبستانشيا نيجرا اللي هي جزء من الاكسترا برايمالز. السبستانشيا نيجرا ديت الوظيفه بتاعتها ايه بقى؟ فيها اثنين كيميكال ترانسميتر، استايكولين اند دوبامين، والاثنين لازم يبقوا ان بالانس. فالباسف السولوجي بتاع باركنسونيزم يا اما الدوبامين قل يا استايكولين ريلاتيفلي انكريز. دي ليه احنا بنقولها؟ عشان ده هو التريتمنت هيبقى كده.
طب قد ايه دوبامين يقل او السبستانشيا لوست النيورونز بتاعتها اللي بتطلع دوبامين عشان المرض يظهر؟ اكتر من 80% من النيورونز في السبستانشيا نيجرا لازم يحصل لها ديجنريشنز عشان باركنسونيزم اعراضه تظهر على المريض. هل جزء بص معظم الناس طالما واحد والده او حد من والدته بتاع يجي لها باركنسون او يجي له الزهايمر والده او والدته، اول سؤال بيجي لك في العياده ما بتبقاش المشكله ان هو عايز المريض يخاف. هيجي لي انا اعرف هيجي لي ولا لا؟ ده السؤال اللي بيتسال بسرعه. يعني قبل ما القصه كلها طب واحنا خصوصا الالزهايمر هنا في الباركنسونز في فاميليا باركنسون بس دي نسبه قليله خالص. الالزهايمر نفس القصه فيها بوزيتيف فاميلي هيستوري فيها جينيتكس روز. في امراض ثانيه زي الموتور نيرون ديزيز. مين اشهر واحد جاله موتور نيرون ديزيز ولسه ميت من سنه؟ ستيفن ايه؟ ستيفن هوبكنز ولا ستيفن هاوكينج؟ اللي هو ساينتست ده لسه كان عنده حاجه اسمها امايتروفي بلاتر سكلوروزيس. ده موتور نيرون ديزيز مش تبع الشله بتاعتنا برضه ديجنريشن. بس الديجنريشن هنا بيجي في الانتيريور هورن سيلز بتاعت الموفمنت بس بيبدا في سن صغير بيبدا في الثلاثينات. على فكره الافريج لايف بتاع الموتور نيرون ديزيز او الاي ال اس ده من 3 لـ5 سنين من الدايجنوزس والعيان بيموت. الرير انه يعيش زي ستيفن كده يعيش بتاع 37 سنه ولا حاجه 40 سنه من بعد التشخيص. طبعا العيان بيموت ليه؟ بتاع الموتور نيرون ديزيز سبارات فيلير. هو الراجل ده قبل ما يموت كان حاجه واحده اللي بيحركها الاندكس بتاع الكرسي والحاجه دي كلها كمبيوترايز. حاطين له فنتليتر وحاطين له لما كله جاهز. في فيلم اتعمل كده برضه بتاع مين؟ طب وفي فيلم اتعمل بس بقى مش موتور نيرونز كانت تروما حادثه والعيان كان قاعد خالص ما بيحركش الا الاندكس والكمبيوتر واتحل لغز الفيلم ده عن طريق الاندكس ده بتاع انزل واشنطن. طيب الباركنسون ده الباثولوجي بيحصل احنا بنقول فيه ديجنريشن. ايه اللي بيخلي الديجنريشن ده يحصل؟ لازم يبقى عنده العيان ده عنده جينيتك سسبتابيلتي ويجي عليها انفيرومنتال فاكتورز. انفيرومنتال فاكتورز في حاجات كتيره بتتقال بس احنا ما بنعرفش هي ايه ولا ايه ولا ايه. بس اللي انت لازم تفهمه في الديجنريشنز ده لما يحصل او اي حاجه فيها نيورو ديجنريشن اوردر لازم في جينيتك فاكتور في انفيرومنتال. يعني العيان ده عنده استعداد لما يتحط في الجو ده يجي له باركنسون يجي له الزهايمر يجي له موتور نيرون ديزيز. التقسيمه بتاعتنا احنا عندنا الايديوباثيك باركنسون ديزيز بس اللي تهمني قبل الايديوباثيك السكندري باركنسون لان دي حاجات سهله انها تتعالج وتختفي. السكندري هيبقى فيها ايه كتير بالنسبه لكم اشهر حاجه بقى ليه؟ لاي واحد جاي لنا باكسترا بيراميدال مانيفستيشنز سنه صغير كده اول حاجه افكر فيها دراجز اللي ده يبقى واخد دراجز. اشهر دراجز بتعمل اكسترا بيراميدال هتاخدوها معانا برضه بس في سايكاتري الانتي سايكوتيك. في جزء كبير خالص مع بتوع البطنه الانتي ايميتيك تعمل اكسترا بيراميدال. فعيان جاي لنا اكسترا بيراميدال سنه صغير اول حاجه تساله واخد دراجز ولا لا؟ فشوف حتى السكن دراج ديوز رقم واحد. الحاجات الثانيه بقى بوست تروماتيك فاسكولار انفكشن ميسيلينياس دي لا. التوكسينز مهمه؟ التوكسينز مهمه. طب ايه التوكسينز المهم اللي ممكن يجي لنا العيان برضه سنه صغير كده الثلاثينات الاربعينات الخمسينات في اكسترا بيراميدالز بيبقى اكثر عن توكسينز ممكن تلاقيه عندنا هنا في مصر عادي خالص.
كربون مونوكسيد. فين الكربون مونوكسيد في الايفان؟ ليه؟ السايس اللي بيبقى بتاع الجراج، اللي بيبقى تحت العمارات، اللي فيه 20 30 40 عربيه كل يوم الصبح، الناس عماله تسخن في عربياتها وهو واولاده نايمين جوه، ده كله بيبقى كربون مونوكسيد. يقعد يشتغله 5 6 10 سنين يطلع من الجراج، ممكن يجيله بقى باركنسون، ممكن يجيله الزهايمر، يعني ديمنشيا، ده مش الزهايمر، الزهايمر يعني يجيله ديمنشيا. الكونسنتريشن بتاع الاطفال دي بتلاقيه بيقل، كوجنيتيف فانكشن في المدارس والحاجات دي بتلاقيه قليل عشان الكربون مونوكسيد. الحاجة التانية بقى اللي مش موجودة عندنا قوي، عمال المناجم بيجي لهم كتير باركنسونز أو حاجات النيورو ديجيتيف دي بسبب التوكسينز دي. طب إيه أشهر كلينيكال بقى نخش بقى لما ناخد الباثولوجي دي؟ ده اللي احنا قلناها إن في بالانس بين الأستيركولين والدوبامين في السبستانشا نيجرا. لما الأستيركولين يقل والدوبامين قوي يزيد يدينا كوريا. بس الكوريا دي ليجن بيبقى فين؟ كواديت نيوكليوس. الاستيركولين ريلاتيفلي بيزيد والدوبامين يقل، دي في السبستانشا نيجرا باركنسونيزم. هي الدراجز دي ليه رسم عشان الدراجز تعرفوها بس معرفه كده. هي الدراجز بتعمل حاجه من اثنين عشان تجيب اكسبرايمنت، يا اما تعمل احنا الدوبامين ده اللي مسؤول عن الكيميكال ترانسميترز اللي جوه الاكسبراندال سيستم اللي مسؤول انه عامل سبريشنز للانفلانتري موفمنت. حاجه من اثنين، يا خلي الدوبامين ده يقل، في دراجز بتعمل دوبامين ديبليشن خلاص الدوبامين. ودي كان زمان في بعض الهايبر تنسيف دراجز بتعمل كده بس ما عادتش موجوده في السوق. او الدراجز تخش تقفل الريسبتور اللي بيشتغل عليه الدوبامين، يجي الدوبامين يشتغل ما يلاقيش مكان الريسبتور يشتغل عليه فتظهر الاكس برايم. في برضه حاجة عشان تكونوا انتوا عارفينها كده، من الدراجز المشهورة دلوقتي تستخدم وتعمل اكس برايم لو الناس خدوها لفترة طويلة لأنها بتعمل وش اوت للدوبامين، السينارزين اللي هو ناس كتير هتاخده اللي هو اسمه ايه بالعقل؟ استجرو. هقول لك الاستجرون، استجرون اللي بيتاخد للدوخة، اللي دايما يقول لك اصل انا عنده دوار باخد استجرون، ده اللي خده فترات طويله ممكن يعمل اكسترا برانتال مانيفستيشنز. الكلينيكال بيكتشر بتاع العيان الباركنسونيزم احنا بنقول عليها فور كاردينال مانيفستيشنز، اربعه تريموس، ريجيديتي، براديكاينيزيا وهايبوكاينيزيا او بوشرال انستابيليتي او البوشرال افكس بتبقى لوست. احنا حسب الكومباينيشنز اللي موجوده في العيان بنحدد، لان التقسيمه دي مش تبعكم. يعني ليه احنا بندور على الفور كاردينال مانيفستيشنز؟ عشان نقول العيان ده سسبكتد باركنسون لو عنده واحده منهم بس، تتحط على بعض بدل من سسبكتد ده بوسبل احتماليه، لا ده ديفينيت باركنسون. بس التقسيمه دي مالكوش دعوه بيها، اللي انا عايزه انك تعرف ان الفور كاردينال مانيفستيشنز دولت في العيان. اهم حاجه بعدها على طول لازم اسيمتريكال اوزن. مفيش عيان يخش عليه العياده ويقول لك انا باركنسونيزم والاثنين الاثنين ده دي في الادفانس بقى كيس هيبقوا الاثنين شغالين. بس الاول مره يجي له ما يبداوش الاثنين مع بعض. لازم تاخد من الهيستوري اللي لازم يبدا، بدا في ناحيه فليم واتنقل للناحيه الثانيه. او جت في الابر ليمب بعدين اللور ليمب بعدين الناحيه الثانيه. لكن جاي باي لاترال لا، احط علامه استفهام وادور على حاجات ثانيه بنسميها باركنسون بلس مش عليها. دي الحاجات بقى التيبيكال باركنسونيزم. يبقى الحاجه الخمسة اللي أنا أعرفها أسيمتريكال أونسيت. الحاجة رقم ستة بتبقى برضو عارفها، إن بنعمل حاجة اسمها ثيرابيوتيك تيست. إن أنا أدي جرعة صغيرة أديكويت دوز من الدوبامين أجونست أو السينيميت
اللي هو الفريكونسا بتاع الدوبامين للعيان ده لاديكوت تايم ممكن لمده شهر، واشوف لو حصل ثيرابيوتيك ريسبونس يبقى ده بوست باركنسون، لان كل الباركنسونيان بلس ما بتستجبش على الادويه دي. يبقى احنا قلنا اربعه كاردينال مانيفستيشنز الخمسه بتاعتهم اسيمتريكال اونست جود ثيرابيوتيك ريسبونس للالي دوبر. كم واحد منكم شاف عيان باركنسون؟ ها؟ يا رب كده. طب تعرفوا الكونستيتيوشن ماشي ازاي وبعدين؟ العيانين دولت هتلاقيهم ده اللي هتشوفوه في الراوند. تريمور بس بتبقى ريستنج تريمور. يعني العيان بتاع باركنسونز لما يجي يقول لك اصل الرعشه دي ما بتخلينيش اعرف اكل او اشرب او اعمل، اقول له لا ده مع حركه الرعشه بتختفي. يعني لما يجي يحرك الرعشه تختفي، لكن الا لما اجي احرك الرعشه تزيد او تزيد قوي وانا داخل على التارجت هتقل لحاجتين تانيين. يا اسينشال تريمور يا سيربيلر تريمورز اللي هي انترفير مع الديلي اكتيفيتيز، اللي هو انترفير مع العيانين الباركنسونيز الديلي اكتيفيتيز مش التريمور ده الريجيديتي والفرد التانيز. الريجيديتي يجي يشتكوا لك ان العيان ده متكتف ما عادش بيتحرك. لو العيان ده طول الليل كان بينام يفرق في السرير يتقلب البارتنر بتاعه اول حاجه يقول لك ده بينام على جنبه دلوقتي يتنوا نايم على جنبه لغايه الصبح، ما عادش بيقلب زي زمان لان الدنيا اتمسكت. لما كان يطلع من مثلا من الليفنج عشان يخش الحمام كان ثواني، دلوقتي عشان يتحرك من مكان يخش الحمام بقى بياخد وقت. دي اللي بنسميها البراديكاينيزيك او الهايبوكاينيزيك. براديكاينيزيك يعني الموفمنت الفوليوم بتاعها كان عالي بقت موت خالص، ولا الموفمنت ما كانت سريعه بقت هايبو يعني بقت بالراحه. دي كلمة برادي يعني بالراحة والهايبو يعني قلت. برادي كاينيزا هايبو كاينيزا دي اللي مع الموفمنتس. طب يجي بعد كده يقول لك انه بقى واخد انفليكشن اتيتيود. ده سؤال بتتساله في الامتحان الكلينيكال. الديستريبيوشنز بتاعت الريجيتي ايه الفرق بينها وبين السباستيستي. الريجيتي ديستريبيوشن بتاعها اول اوفر ذا فليكسورز. اوف بودي يعني فليكسورز ابر لامب فليكسور لور لامب فليكسور ترام. عشان كده العيان يجي جاي عامل نفس الصوره دي بتاع الهيبوبليجيا. لما تشوفوا بقى السباستيستي بتاعتها الديستريبيوشن ازاي معكوسه في الابر لامب العيان بيبقى عامل كده. انا هيبقى فيها تون اكتر فليكسور ولا اكستنسور؟ فليكسور. العيان في اللور لامب شد رجله جامد يبقى اكستنسور هي اللي فيها السباستيستي اكتر من الفليكسور. العيان حاطط ايده في كتفه دايما كده وكل ما يجي يحرك يدخل لجوه كده يبقى انا اللي فيها السباستيستي اكتر. ادكتور ذان الابدكتور. يبقى في فرق في الديستريبيوشنز بين التون هنا والتون هنا. دي اهم حاجه في الفرق بين الريجيتي والسباستيستي. التريمورز بتاعت العيان ده بتبقى ريستنج تريمور لا هي قشرة ولا هي مع الموفمنت. الحاجه المهمه فيه كمان الجيت عشان الريجيديتي وعشان الهايبو والبراديكاينيزيا. العيان ده اول ما هيمشي هيمشي بحاجه اسمها شفلنج جيت. شفلنج جيت ده العيان الوحيد اللي بتشخصه وانت قاعد في الاي ار او في العياده بتاعتك تسمع تسريحه رجله وهو داخلها. تعرف العيان ده في اكس برانك بيبقى باركنسونيزم عمال يزحلق. دي في الايرلي اونس. بعد شويه لما الدنيا تزيد عليه الريجيتي بتزيد اكتر فبيحصل مور فليكشنز اكتر وتبدا البوشرر ريفلكسز. دي اخر حاجه بتحصل لها امبيرمنت اللي هي بتساعدني على الاتزان وانا ماشي. فلما بيحصل امبيرمنت البوشرر ريفلكسز مع الريجيتي دي جامده العيان هيحس انه هي ايه هيقع.
مش زمان بيبقى عنده حاجه اسمها بروبالشنز، انه هيتكيف على وشه، فعشان ما يتكفيش بدل ما هي كانت شافلنج وسلو هتبقى رابط في سترين عشان ما يقعش. لو بيقول لك كاتش السنتر بتاع الجرافيك بتاعته، لانه لما بيتقلب كده الجرافيك بتتنقل قدامه، فلو هو ماشي مشي بالراحه هيجي واقع فيمشي بسرعه. مع الادفانسد الجيت بتاعته بتتحول لحاجه اسمها فريزنج، العيان يقف قوم تعالى متصمر مكانه. لا بعمل له حاجه اسمها سنسوري جايد، قال له هات ايدك اول بس ماسكه في الايد كده، فبيسميها جيت بارادوكس، العكس، بدل فريزنج جري فاتقلبت. فاحنا عندنا الجيتس بتاعت الباركنسونيزم بتلاقي سؤال بيتسال لك شافلنج في ستريت فريزنج بارادوكس، الاربع جيتس دول هيبقوا العيان بتاع الباركنسونيزم. انهي حته بالظبط؟ الجيت قلنا في الاول خالص عشان الراديكاليزا والرجيديتي هيمشي شافلنج يزحف، لما يبقى مور ادفانسد بتبقى رجيديتي اكتر، هيحصل فليكشنز اكتر، هيحصل بوشنال انستابيليتي، العيال هيتكف على وشه لقدام، بنسميها بروبالشن. فعشان ما يقعش يبدا يجري بسرعه، تبقى راجل في ستريت جيت. بعد ما يبقى ادفانسد شويه في الديزيز يحصل له فريزنج، ما اعرفش يتحرك من مكانه الا اذا عملت له سنسوري جايد. بعمل له سنسوري جايد يطلع من فريزنج يجري رابط في سترينج، فبنسميها بارادوكس. لا بيجري ما بيقعش، بتاع انهي واحده اللي بيقع؟ الاربعه دول بيعملهم عشان ما يقعش. الجيز دي الجيز في حالات الفاسكولار انهيبيتيشن اللي انت هتاخدها الراوند اللي جاي بكره ده هتبقى اسمها ايه؟ سيركمدكشن جيت. سيركمدكشن جيت ليه؟ حالات الفاسكولار عشان اللي احنا قلناه ده الديستربيوشن بتاع التون والديستربيوشن بتاع الويكنس. هتاخد في الراوند حاجه اسمها سيلكتيف بيراميدال ويكنس، دي خاصة بالبيراميدال تراك بس، لما الاقيها عند العيان يبقى ديت بيراميدال تراك ليجنز. سنكت بيراميدال ويكنس يعني ايه؟ يعني تبقى ديستال زاد بروكسيمال. العيان عامل كده يبقى انهي اللي ويك؟ فليكسور ولا اكستنسور؟ الاكستنسور هتبقى مور ويكس. العيان هنا شادد رجله كده يبقى الفليكسور هي اللي ويك زان اكستنسور. وفي ديستال ويكنس بيحصل له فوت دروب. فالعيان ده عشان يمشي لو مشي عادي هتلاقي صوابعه دي بتعمل دراجن في الارض بتزحف، فهو مش عايز يزحف في الوقت باور، يعمل ايه؟ من عند البيلفس يعمل شويه تيلت عشان يطور رجله دي شويه ويرفعها يطلعها لبره. فهو لما يجي يمشي يطلعها لبره الادكتورز ايه؟ قوية تجاه دمها لجوه فيمشي. دي السيركمدكشن جيت او الهيمي بريشن جيت بتاعت الفاسكولار سندرومز اللي احنا خدناها. احنا بنربط كله مع بعض واحنا ماشيين. هل انا ممكن اشخص عيان في النيورو من الهاند رايتنج بتاعته؟ يعني على فكره حته مهمه جدا وبنعملها مع عيانين كتير. الاكزامبل اللي عندنا هنا في الباركنسونز لما هناخده العيانين دولت اول ما بييجوا يشتكوا منهم يقول لك انا خط صغر. ماكروجرافيا اللي احنا لسه قلنا ان الموفيس بيبقى فيها هايبوكاينيزيا وراديكاينيزيا ومع رجيت تلاقي خطه صغر. اللي عكسه عشان الكوردينيشنز بتاعت الموفمنت والخط يكبر بنسميها ماكروجرافيا مع كوستربيلا. يكتب بخط كبير. القصه اللي احنا ما حكيناهاش عنكم ولا هنقولها لكم عشان هي فيها صعوبه شويه بتوع الافيزيا. الهاند رايتنج بتاعها ممكن اعرف منه نوع الافيزيا اللي عنده. يعني بيبدل حرف مكان حرف، بيجيب الحرف قبل الكلمه او يكتب كلمه شبه الكلمه اللي احنا عايزينها. دي ممكن اعرفها من الهاند رايتنج. دي اهميه الهاند رايتنج في نيويورك. بس دي بنسالها بتوع الماستر بتوع الدكتوراه. Thank you.
كل المانيفستيشنز اللي انا قلتها ديت بنسميها الموتور مانيفستيشن اوف باركنسون. يبقى هم احنا قلنا هم الاربعه، الخامس والسادس هم ايه؟ اسيمتريكال وثرابيتك ريسبونس. المشيه بتاعته والشيب اللي احنا عملناه ديت، في حاجات بقى اسمها نون موتور مانيفستيشن اوف باركنسون. يعني العيان بتاع الباركنسونيزم ممكن يجي لك بحاجات نون موتور؟ اه. انا عايز اشرح منها الهيدك والباك ايك، لان العيانين دول ساعات يجوا يشتكوا لك الاول من هيدك وباك ايك عشان المصر ريجيد. فقبل ما المانيفستيشن تظهر الريجيدتي بس يجي الهيدك وباك ايك، ده رقم واحد. رقم اثنين الدبريشن. العيانين دول بيجوا بديبريشن اند سليب ديستربنس قبل ما الموتور مانيفستيشن ساعات ما تظهر. زي ما بيحصل براديكاينيزيا وهايبوكاينيزيا للفولانتري موفمنت، الانفولانتري ايه اللي عندنا بيتحرك انفولانتري؟ اللي هي بيبقى اوتونوميك الجي اي تي. فالعيانين دولت بيجوا ساعات برضه من الانيمال كونستبيشن. يبقى ممكن يجي هيديك اند اكس depression sleep disorder with constipation. مع constipation autonomic يجي في حاجتين تانيين دول اللي انا عايز تعرفوهم، ان هم دول النون موتور مانيفستيشن postural hypertension with impotence. impotence our sexual function والدزاير بتاعته بتقل ليبل. يبقى ده نون موتور مانيفستيشن. ممكن يجي لك ان موريت نون موتور مانيفستيشن اوف باركنسون. يبقى هما ايه؟ هيديك اند اكس ديبريشن اند سليب سورد. يبقى اخر ثلاثه اوتونوميك صح؟ constipation posture of impotence with ex vedic with depressions with sleep disorders. في حته بقى مهمه على فكره، ممكن انتوا دايما انا لما باخدها انديكيتورز ان العيان ده ممكن يخش باركنسونيزم لما يكبر في السن. في سندروم اسمه ريستلس ليج سندروم، ودي بتحصل في سن صغير. ديت ساعات بتبقى المشكله بتاعتها فيما بعد، ده انديكيتور في ان العيان ده هيخش باركنسون. يعني اتعملت دراسات كتير عليها لو في اسوسيشنز وبتتعالج بنفس الادويه بتاعت الباركنسون. ريستلس ليج سندرومز بيبقى معاها حاجه اسمها فيفيد دريمز. يعني العيان بيحلم احلام يوم اكت ذات الحلم بالظبط. يعني بيتخانق تلاقوا ايه بيتخانق. فيفيد دريمز. بس دي بره عندكم، دي معلومه بس كده برانا. ريستلس ليج سندروم. ليج. طيب انا عشان اعالج بقى الحاله واشخص الحاله محتاج انفستيجيشن. هل انا محتاج حالات مهمه في الانفستيجيشن في الباركنسون؟ التشخيص 1 2 3 معتمد على الكلينيكال بيكتشر بتاع العيان. 2 انا لما اروح اعمل ايمجنج بعمل ايمجنج تو اكسكلود اذر كوزز. يعني اكسكلود مثلا بخله، ممكن اكسكلود برين تيومرز اللي جاي في المنطقه ده عندنا بيكتشر سي. فالايمجنج بتاعتي تو اكسكلود سكندري كوزز اوف باركنسون. فانا لكن ايمجنج او دايجنوزس هو مينلي كلينيكال. ومن ضمن الحاجات اللي احنا قلناها الثرابيوتيك ريسبونس الالي دوبا. لما احنا بنبقى متلخبطين عشان ده برايمري باركنسون ولا ده سكندري باركنسون ولا ده باركنسونيان بلس، بنعمل حاجه اسمها فانكشنال ايمجنج. دي ما لكوش انتوا دعوه بيها. باركنسونيان بلس دي حاجات شبه الباركنسونيزم بس لا تعامل كالباركنسونيزم. دي ديزيز ثانيه بس بتيجي مشابهه للباركنسونيزم، بس دي مش عليكم.
lower body disease, compensated degeneration, supranuclear palsy, progressive supranuclear, دي بقى مالناش دعوة بيها خالص. طيب انا عليك انا شخص اللي ده بلد كانسر وعايز اعالج. الشرطة بقى يقول على كلمتين انا قلتهم دول نعالج ازاي؟ انتوا شاطرين يعني؟ خلاص مش قايلين التريتمنت واكتبوه في الامتحان. ها؟ قولوا واحد مين اللي هيتبرع يتكلم؟ خلي فيه انتر اكتف كده. هو بيقول لي. حلو انا عندي دوبامين ناقص. اروح عندي دوبامين. عندي الاستايل كولين عالي. عالي الاستايل كولين. صح؟ هم دول الاثنين استراتيجي اللي احنا بنشتغل عليهم. طيب انا عايز ازود الدوبامين. ازوده ازاي؟ ادي دوبامين مباشر. ايه؟ مش هيعدي البلاد برين بارير ليه؟ هو بيتكسر تحت. بيعدي. بيتكسر تحت. بيتكسر الاول لما يطلع. ادي ال دوبا. ال دوبا انا لو اديتها في للانسان عادي على طول كده هتوصل للبرين عادي. بس قبل ما توصل للبرين هي بيحصل لها كيكات اوبسريشن. زي ما بيحصل في البرين بيحصل سيستميك. كيكات اوبسريشن برضه. فتيجي تعمل اوبسريشن السيستميك ديت بتعمل سايد افكت. اللي اشهرهم عند العيانين دولت لو خدوها كده على طول النوزيا والفوميتنج والبشر حاجه تشينج. فانا عايز اعمل بنقفل البريفرال ديكاب اوكسليشنز دي بنحط مع ال دوبا ايه؟ كاربي دوبا يمنع تكسيره بريفرال. بس ال دوبا لما تيجي تعدي البرين بارير تعدي لوحدها وتسيب الكاربي دوبا بره. دي الحبايه اللي احنا بنسميها السينمات اللي هي الكونسنتريشنز بتاعتها ال دوبا للكاربي دوبا في من 10 لواحد في من 1 ل 4، 1 ل 4 مش عندنا في مصر. مش موجود عندنا. فأول حاجة أنا اديت ال دوبا. طب تاني حاجة ما عنديش أنا ال دوبا، ممكن أدي إيه؟ أدي حاجات دوبامين تشتغل على الريسبتور على طول، اسمها دوبامين أجونست. كان زمان بندي مجموعة اسمها إيركوت. بس دلوقتي عشان السايد افكت بتاعتك اتشالت ودينا حاجات تانية دوبامين اجونست ما فيهاش ايرجوتس اللي هو اشهرهم الراميكسول. دواء اسمه راميكسول. طيب انا ما عنديش زي في مصر دلوقتي السينمات والقصه بتاعته ديت مش موجود الدواء ده. دوبامين اجونست موجوده. طيب في ايه تاني ممكن اعمله عشان ازود الدوبامين برضه؟ امنع الري ابتيك بتاعه. في ادويه تشتغل تمنع الري ابتيك زي الامينتادين هيدروكلورايد او الامينتادين سلفيت. يبقى الامينتادين ده بيمنع الري ابتيك بتاعه. طيب انا عندي حاجه ثانيه اللي هم بيقولوا ان انا امنع ان هو يتكسر. انا بمنع الريابتيك يعني ايه؟ الدوبامين روح الدوبامين يخش اي كيميكال ترانسميتر يخش على الريسبتور يشتغل وبعدين لازم اخده تاني او اكسره. ما بيتقلوش ماسك في الريسبتور على طول. لو مسك في الريسبتور على طول هيعمل له بلوك وهيحصل حاجه بقى ان سستند اكشن بوتنشال مش هتقوم الوظيفه ده بالعكس هيوقفها. فانا لازم ياخده يكسره. احنا اتفقنا ان انا همنع الري ابتيك بتاعه او امنع تكسير احط حاجه اسمها كونت انهبيتور. فانا عندي اربعه كبار كده يدي الاني دوبا يدي الاجونست يمنع الري ابتيك يمنع ان انا اكسره. ده كلهم شغالين على الجناح بتاع يمت الدوبامين. طب الاستايكولين عايز اقلله ادي ايه؟ ادي الانتكولينرجي صح كده؟ طيب هل العيان ده لو انا اديته الادويه ديت
حتى انه ماشي بيها طول عمره حلو. احنا مع الوقت بيحصل مور ديجنريشن، وانا مع الوقت عمال ازود. مشكلتنا ان احنا بيجي فتره احنا بنسميها الهاني مون بتاع الدراجز. هاني مون ده يعني الدراجز بتوع الهيبي دوبا، طول ما انا مديهم للعيال الدنيا حلوه وظريفه واحنا عايشين مع بعض زي الفل. القصه دي حوالي 5 سنين، بعدها بيبدا يظهر المشاكل بتاعت الالي دوبا. المشاكل بتاعت الالي دوبا تظهر ليه؟ لان عندنا بيحصل حاجتين. الالي دوبا ده لما بيخش ما بيشتغلش على طول. ده بيروح لازم يخش في الايه؟ النيرونز السليمه يروح يتخزن جواها وهي تطلعها. طب انا عندي مع الوقت النيرونز السليمه دي المخازن دي بدات تقل. دي حاجه. الحاجة التانية الإن دوبا دلوقتي بدأ يخش يخبط على طول في الريسبتور، فعمل الريسبتور سنسيتايزيشن، فالعينين دول بيخشوا في حاجتين مهمين جدا ما بنعرفش نعمل قدامهم حاجة، تبقى صعوبة في التريتمنت. إن حاجة بنسميها إند دوز فينومينا، يعني معنى إيه؟ مع نهاية الجرعة العيان اللي جاي بيتكتف على طول، أو اللي أوحشهم بقى الاون اوف فينومينا. اون اوف يعني ايه؟ يعني انا بدي للعيان الدواء، هو كان ريجيد، اديله الدواء يخش في ديسكاينيزيا، جسمه كله يقعد يلعب لان الريسبتور بقى سنسيتيف قوي، فيحصل ديسكاينيزيا. افصله عن الدواء يتكتف ما يقدرش يتحرك. فدي اوحش حاجه عندنا اللي هي الاون اوف فينومينا. دي بتيجي بعد 5 سنين تقريبا من التريتمنت. عشان نقللها بقى ليها حاجات كتيره بنعملها عشان ما نوصلش ال5 سنين دول بسرعه. من ضمن النظريات الحاجات اللي احنا بنعملها ان انا ما ابداش بالان دوبا مع العيانين دولت. انا ابدا بالدوبامين اجنس في الاول. بنشتغل على الريسبتورز وانا ما اجيش شمت الان دوبا خالص ولا الستورج بتاعه ولا اي حاجه. ولو بدات بيه المفروض ما ازودش جرعه عن 1 جرام بير داي. ما تزيدش. عشان اطول المسافه ال5 سنين دول. وابدا بالحاجات الثانيه. الحاجات الثانيه بقى في حته عشان احمي السيلز دي من الديجنريشنز من العيانين اللي جايين مايلد وشويه رحشه بسيطه كده. لو هم العيانين بتوعنا بس برضه الانتليجنس بتاعهم ما بي عايزين يخفوا بسرعه. وده ما فيهوش انه يخف. فتفهمي في شمال يمين بياخد صعوبه على ما بيفهم. واحنا احلى حاجه بنفهمه نقول له ده زي مرض السكر. لازم علاجك ده على طول، ده البنزين بتاعك اللي بيحركك، لو قطعته بتقعد. يعني لو خد جرعه دلوقتي اتحرك بيها، جت الجرعه الثانيه معاك وما خدهاش بيقعد. فده بنزين فعلا. فاحنا بنعمل ايه مع العيانين دولت؟ احنا نبعد عن القصه دي خالص. وبندي في الاول حاجات المايند كده، بندي حاجه اسمها ماو انهبيتور. دي حاجات انتي اوكسيدنتس وبتمنع تساعد ان الديجنريشن ما يحصلش في المنطقه ديت اللي هو اشهرهم السيليجيلين، وده برده مش موجود في مصر دلوقتي. يعني نبدا العيان لو جاي حته حاجه بسيطه كده وبرها حلو هنقول له نبدا معاك بالماو. بعد الماو ابدا معاه بالامينتادين او الدوبامين اجنس. يعني انا ليا خيارين في دول، بس دوبامين اجنس او الامينتادين ده لو كان المين سيمتومز بتاع العيان ريجيديتي والبراديكاينيزم. لو العيان المين سيمتومز بتاعته تريمورز ابدا بالانتيكولينرجيك. وتاني ماشي مع العيان لغايه ما الاقي الدنيا خلاص اجي بقى حاطط الهيلي دوبا. الهيلي دوبا دي بتشتغل الديوريشنز بتاعتها بتاع الهاف لايف بتاعها من 4 ل6 ساعات ماكسيموم. فانا ما ينفعش ادي للعيان فود اورس كل 6 ساعات. القرص ده بيعمل مشكلة بقى. القرص ده بيجي بيزود بيقلل. الهاني مون دي هتأثرها لأنه بيخش القرص ده جرعة كبيرة. جرعة بتروح تتخزن وجرعة بتروح تشتغل على الريسبتور على طول. تبوظها. وكده كده هو هيشتغل 6 ساعات. يعني بعد 6 ساعات يعني مش هاخد قرص هيبقى المسافة أطول. لا. هو كده كده بعد 6 ساعات الدنيا هتقف. فانا لازم اخش بسمول دوز وازود مع الوقت. اتفقنا؟
احنا بندي دايما العيانين الجرعات بتاعتهم امتى؟ فتره النهار، فتره اللي بيتحرك فيها، لان هو بالليل نايم مش محتاج قوي الا اذا كان العيان ده بيحب يتقلب وعامله له مشكله، ندي له حاجه كده قبل النوم تساعده ان هو يخش في النوم وبعد كده يروح في النوم مش ياخد باله. بنخلي العيانين دلوقتي يعملوا لنا حاجه اسمها دايري، انت في انهي وقت الموفمنت زادت، التريمور زاد، الدنيا اتكلبشت اكتر امتى عشان اعرف اوزع له الجرعه. القصه دي كلها بنسميها ميديكال لاين اوف تريتمنت للباركنسونز. طب انا دخلت في اون اوف ومش عارف اظبط بالادويه، اجي جاي ناقل على حاجه اسمها سيرجيكال لاين اوف تريتمنت للباركنسونز، اللي هي عموم دلوقتي كان زمان بيعملوا حاجات كتيره، كانوا يخشوا مثلا يلاقوا التريمورز اللي عاليه قوي يروحوا يعملوا سالموتومي، يعني يكسر السالموس يفصلها، يلاقوا الريجيكتي جامد قوي يخش باليديتومي على الجلوبس باليدوس. جم شويه خدوا الفيتال او الامبريو تيشو او سوبر رينال جلاند ويزرعوها فوق في البرين، لان دي بتاعت الريكورسر بتاعت المونو امينز دي، بس دي ما جابتش نتائج. اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي دي برين ستيموليشنز. دي برين ستيموليشنز ده عباره عن اثنين الكترودز بيتحطوا في البرين في السبستانشيا نيجرا وليهم بطاريه تتحط هنا تحت الجلد، ودي اللي بتدي كونتينوس ستيموليشنز للريسبتورز. البطاريه دي بتتشحن كل سنتين ثلاثه في اللايف، والجهاز ده بيتظبط لغايه ما العيان يبقى ماشي بس دي مش معناه انه بيقف تريتمنت. ده بنعمل ضيع سايد افكت ونخلي المينيمال دوز بتاعت التريتمنت ترجع تاني. الجهاز ده قبل تعويم الدولار كان بيكلف حوالي 150 200 الف جنيه. البطاريه كانت بتتغير كل سنتين ثلاثه ب 25000، وده حلو خالص العيان بيبقى ظريف خالص معاه الزرار تحتها، لو اتك عليه فصل الجهاز لما راح يقعد يرتعش يعني يتك الدنيا تلاقي. خشوا شوفوها على الفيديو على اليوتيوب ده حلو. فالسيرجيكال لاين اوف تريتمنت دي برين ستيميوليشن دي كلها من التريتمنت بتاعت ايه؟ الموتور مانيفستيشن بتاعت الباركنسون. النان موتور سيمتوماتيك لاين اوف تريتمنت كل واحد. ديبريشن اديله انتي ديبريشن. اللي جاي كونستيبيشن اديله لاكستيف. صح؟ البوشر هاي بوتنشن اعدله. فالنان موتور كلها سيمتوماتيك لاين اوف تريتمنت. كفايه عليكم كده الباركنسون.